رأيكم شنو في الكلام ده؟ أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الناس سيد البشر ما يعلم الغيب، ده قال أنا أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي، قال أنا الجليس على العرش بتاع الله. الصفحة 125 هو ده، والكتاب ده النور البراق ده بيقروه في المولد حقهم الصوفية والختمية، بيقروه إذا مات لهم زول ما مفخمة لو ما كملوا كتاب ده جت ما بنزلوا القبر، داك تلقى قاعد في الشمس وديل بيقروا واك واك لحد ما ينتهوا حتى ينزلوا جوا. الكفر ده، الشرك ده، الإلحاد ده، الزندقة، النفاق ده، ده ده المديح الغاشين انك بيو مدح المصطفى. نحن ما بنمنع انك تمدح، لكن ما يكون فيه مزيغه ولا دلوكه ولا نوبه ولا نجاره، لانه الرسول ما كان عنده نوبه. الرسول ما كان بيرقص الناس زي ود المرين ولا غيره. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيذكر الله سبحان الله، قال كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمدي، سبحان الله العظيم. موضوع انتهى. موضوع انتهى، اللي نوبة ونقارة وشفع وصعاليق ناطين وناساوين بزغرة من فوق الحيط، ده هوس يا أخي، ده ما عنده علاقة بالدين يا أخي. ليه؟ لأنه داري يوصلوك للشرك ده. يا ناس الشغلة دي دار الرجالة، والله الناس لو ما وقفت ما قلنا دق زول ولا قلنا أطبح زول ولا قلنا أقتل زول، وده كله ما من الدين، ده كله ما من الدين، تطبح تدق زول، لا، نحن قلنا بينوا للناس هذا الباطل. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ربنا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. زول بيكتم الحق، إمام جامع يقعد يتمحرق وخايف ما قادر يقول الناس زل على باطل وعلى بينشر الشرك وعلى ضلال وعلى إجرام وكذب على ربنا وكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. تبقى إمام جامع ليه؟ المنبر ده أنت في المنبر ده متابع للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرتاح قلبه أبدا إذا شاف له مظهر واحد من مظاهر الشرك، حتى قال لجرير ابن عبد الله البجلي قال له ألا تريحني، ده الرسول يا جماعة، قال له ألا تريحني من ذي الخلصة، ألا تريحني من ذي الخلصة. يعني كان شنو؟ كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما يرتاح، لأنه في صنم اسمه ذي الخلصة بيعبدوا ناس. قال لي ألا تريحني يا جرير من ذي الخلصة. جرير قال خرجت ومعي 150 فارس من أحمس، 150 فارس من أحمس، مشوا كسروا الصنم ده وحرقوه بالنار وجوا راجعين، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة 5 مرات فارتاح قلبه صلى الله عليه وسلم. ناس يقولوا نحن الله عديل، أنا الجليس على العرش المحيط به أهدى أهدى، أكثر من أنه أجيب لك كتابك تاني أسوي لك شنو؟ تاني أسوي لك شنو؟ أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا واجمالي. ويجي يقول والله يا اخي العيش لازم يرخص، العيش ابشرك حيكون ما في تب، لا دخن لا عيش لا قمح اذا الناس استمرت بالحال ده، وده السبب. ونحن نتمنى يدونا فرصه في التلفزيون ده ولا الراديو ولا اي حاجه عشان نوريهم الحاصل، مو الحاصل انه والله تضخم وده طار الدولار والاسترليني ركا، لا لا لا، الحاصل الصوفيه ديل نشروا الشرك عشان كده العيش بقى ما في، ده الحاصل باختصار شديد. يا اخي يا اخي كم قبه الليله بيعبدوها من دون الله، خلي الكتاب، الكتاب ده خليه. قول طبعنا نحن خلاص انتهينا، القبب دي بنيناها نحن، القبب ده ما دليل واضح ان النساوين بيخشن جوا بيشيلن التراب بيسفنوا، المره اللي ما بتلد تشرب تراب مماص بمويه على الريق، التراب بيديها الجنة كده. نادوا لي اصغر اطفال هنا يا ولد في تراب بدي الجنة؟ ما في، والله والله دي ما دار لها ذاته، ما دار لها كثير ادله من كتاب الله ولا من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. الراجل الزراعة ما نجحت
يمشي يدردك في القبة بل بيطوف به. البرعي قال من زار قبة الشيخ فلان سبع جمع لم تأكله النار. كتاب لك سلام مني، هذه الكتب موجودة، كتاب لك سلام مني للبرعي نفسه ألفه، قال البزور قبة سبع جمع، والله قال سبع جمع، قال لم تأكله النار. يا ناس كيف ربنا يرحمنا؟ كيف انتوا وروني كيف يعني؟ وربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا شنو؟ ما بأنفسهم. وأعظم ذنب، ما في ذنب أكبر منه، الشرك. وكثير من الناس الليلة بل أغلبهم واقعين في الشرك. الرحمة كيف تنزل؟ الرحمة كيف تنزل؟ فتختار المرأة كده وتكون بتصلي ومحجبة إلى آخره. وكذلك الرجل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، جزاكم الله خيرا.